السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا كاملين بصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في فلوق جديد. ان شاء الله الحمد لله وصلنا على خير وبخير، وكاع الناس اللي كتسول فيا واش وصلت على خير اللهم لك الحير. وانا الحمد لله راني في كابادوكيا، واخا ما شبعانش نعاس، نشرب شي قهوه كحله باش نتوقد معكم. وان شاء الله غادي نوريكم بزاف ديال الحاجات، وغادي نبارطاجي معكم بزاف ديال الحويجات هنايا في كابادوكيا. كابادوكيا معروفه بالسياحة، ومعروفة بالتصوير، ومعروفة بزاف ديال الحويجات، للجبال يعني بزاف ديال الحاجات ما نقدرش نوصفكم هاد يعني هاد البلاصة الصراحة. يعني 3 ايام 4 ايام المينيمو خصك تجلس فيها. يعني كنصحكم بطبيعة الحال الا كانت الامكانيات موفرة انكم تجيو تزوروا هاد كابادوكيا، وغادي نبارطاجي معكم بزاف ديال الحويجات فيها ان شاء الله. نتمنى
هذا ديديكاس للمغاربة لهنا خطاي قلت المغاربة تيحبوا الجزائريين وخاوة خاوة ميرسي. Merci.